الكنترولر هنلاحظ ان احنا في عندنا العظم ملوش فايدة يعني، تمام، مظهره ملوش فايدة، فببدأ اخفي فيه الجرات مش عايزها، تمام. عندي تحكم كله صرف في الكنترولر دلوقتي. في عندي الكنترولر، في عندي شايفين موضوع الانفصال، الانفصال في العظم ده حلو ان احنا نروح على الكنترولر. في حاجة عندي اسمها effect، في اي كي هاند شايفين، في حاجة عندي اسمها stretch auto stretch، نعمل هنا auto and off حركة. خلاص دلوقتي مسكوا في بعض، خلاص مفيش حركة مفيش انفصال، عندي الموضوع خلاص ثبت، تمام، صار في رابط في الموضوع. في عندي نقطة تانية، إن إحنا دلوقتي بنحدد الإيد الشمال واليمين. دلوقتي أنتوا شايفين مثلا هذه الإيد يمين المفروض، تمام. عندي تانية الكوع لبرة الجسم، الجسم هنا، فدلوقتي الكوع بيكون لبرة الجسم. فدلوقتي أنا لو كانت الإيد الشمال طيب هيطلع لي الكنترول نفس الحاجة، هيكون تانية الإيد على إيه؟ لداخل الجسم، احنا مش عايزة زي كده. في حاجة عندي هنا الريفيرس، شايفين الريفيرس، بعمل هنا اوف بيعكس اتجاه الايد، صار تانية الايد هنا تانية الكوع، شايفين تانية الكوع الناحية التانية. بعمل هنا كمان مرة ايه ريفيرس، بعملها اوف ترجع ايه عندي ايد يمين. هذا عشان احدد الايد اليمين والايد الشمال. طيب عندي انا كنترولر ايد حركة، تمام امور، تمام. المرة الجاية هنضيف الايد اليمين الايد الشمال والرجل، تمام. يعطيكم العافية.